بيتر الجمال في روسيا. اكتر ثلاث موديل يقول الروس، يعني بعيدا عن رايك الخاص، الروس عموما بيقولوا ايه اكتر ثلاث موديل فيهم نسبه جمال مرتفعه في روسيا؟ يقولون مدينة الزوجات هي ايفانوفا بورت ميليس الاسطوره. ايفانوفا مش بعيدة عن موسكو بس للعبيد. نعم، لأن زمان كانت هناك مصنع موسيقى وكل العمال اللي بيشتغلوا لنا هناك كانوا نساء، ومعظم الرجال راحوا للجبهة اللي يحاربوا ضد الألمان في الحرب العالمية الثانية، وتقريبا 80% من سكان المدينة كانوا نساء، ومن أجل الحصول على اهتمام الرجال كان هناك مسابقة شديدة بينهم، يعني يسابقون مع بعض من هي أجمل، من هي تقدر تلفت النظر للرجل حتى تتزوج وتربط حياتها الشخصية. طيب دي المدينة الأولى، وبالمناسبة مدينة إيفانوفا دي أنا رحتها ثلاث مرات، مستوى الجمال مش قد كده يا جماعة، ما تروحوش، ده نصيحة شخصية مني أو رأي خاص، عايز تروح روح ده إيفانوفا غيره. تاني المدينة أعتقد هي موسكو، يعني هي عاصمة وأكثر ناس مثلاً جمالاً و عقلا واشتغالا تريد ان تفوز في مسابقه الجمال في روسيا لازم تروح تشتغل هناك او تشترك في المسابقات هناك. والمدينه الثالثه بيتر بقى مدينه الطلبه، اعتقد سانكت بيتربورغ، لان فيها طلاب كثير وبها برضو، يعني هذه موسكو وبيتر تجلب الشبان من كل روسيا لان جامعاتها يعتبر جيده، فمعظم الشباب يروحوا لموسكو وسان بيترسبورغ يا اما للدراسه يا اما للشغل. هكذا هذا السبب. اقول لك انا بقى راي المسافر المغامر، راي انا كشخص مثلا سافرت مش هقول لك مدن كتيره، بس يعني اقدر اقول لك تلت مناطق موسكو، سوري تلت مناطق روسيا زرتها يعني، ف وسمعت اراء ناس كتير. اكيد مش هقدر ان انا اعرف ان كل البنات اللي في المدينه الفلانيه جمال ولا لا، ينفعوا للزواج ولا لا، اكيد مش هعرف المعلومه دي مهما لو قعدت اسافر طول عمري وامشي في الشارع ما بعملش حاجه غير ان انا اسال الناس البنات عندكم حلوين ولا لا، او اكيد لو تفرغت الموضوع ده حتى ما بعملش حاجه في حياتي غير كده برضو مش هوصل للاجابه. فخلينا واضحين، احسن او مواطن الجمال زي ما الروس ما بيقولوا حسب وجهه نظري، رقم مش هو رقم واحد، هما الثلاثه زي بعض، سمارا وفارونيتش كراسنايارسك، تاني نسمع ورا بعض كراسنايارسك سمارا فارونيتش ولا واحده منها روحها يعني